جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. في احد اوقات الصلاه يقول المستمع علي الحاج ريحان: انني دخلت المسجد ووجدت الصفوف مليئه فوقفت على يمين الامام واديت الصلاه، هل صلاتي صحيحه ام لا؟ اذا وقفت على يمين الامام فقد احسنت، فمن دخل وصف مكتمل وليس له مكان فهو بين امرين، اما ان ينتظر حتى يدخل من يصف معه خلف الصف، او ان يدخل ويصف عن يمين الامام. اما دمت قد حصل منك الأخير وهو الدخول عن يمين الإمام فقد أحسنت في ذلك.